السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مروه. النهارده هياخد بتاعنا يونت 8 I am fond of reading. انا مغرم بالقراءة. هناخد النهارده ليسون 2. تعال نشوف الليسون 2 بتاعنا بيتكلم عن ايه. تعال نشوف الاول الاكزامبلز الامثلة. I am bored with the film. يعني انا مليت من الفيلم. The film is boring. الفيلم هنا بيكون ايه؟ ممل. Number 2. My mother is tired of cooking. ماما تعبت من الطبخ. Cooking is tiring. الطبخ يكون متعب. That child is frightened of the lion. يعني إذا child is frightened of the lion. يعني الطفل يكون مرعوب من الأسد. The lion is frightened. يعني الأسد يكون مرعب. هنا بقى الجرامر بتاعنا إيه يا ميس؟ قالك الأدجكتيفز يعني الصفات with ED and ING. Number one. Adjectives الصفات and تنتهي with ING. مالها بقى يا ميس؟ The effect of something on someone. يعني صفة تستخدم لوصف الشيء. تستخدم لوصف الشيء زي ما هنا قلنا إيه؟ The lion is frightened. يعني lion يكون إيه؟ مرعب. Cooking is tiring. الطبخ يكون متعب. The film is boring. الفيلم يكون ممل. Adjectives end with ed. الصفات اللي بتنتهي بالed. قالك ايه؟ To describe the feeling. معناها ايه؟ مثل وصف الشعور سواء عاقل او غير عاقل. زي ما هنا قلنا ايه؟ I am bored with the film. انا مليت من الفيلم. My mother is tired of cooking. الأم أو مام is tired of cooking. متعبة من إيه؟ من الطبخ. That child is frightened of the lion. الطفل يكون مرعوب من الأسد. تعال كده نحل مع بعض. Number one. The lion is frightened. ولا frightened ولا interesting. هي the lion ماله يكون إيه؟ frightened. برافو. طب تعال كده نحل مع بعض. Number two. Cooking is. هي مين يجاوب بقى معايا؟ Cooking is tiring. برافو يا سنة رابعة. Excellent. الطبخ يكون متعب. برافو يا سنة رابعة.